هنبدأ أخبارنا من عند نادي الأهلي، ويستكمل فريق الكرة مشواره في بطولة الدوري الممتاز عندما يواجه طلائع الجيش ضمن مبارياته المؤجلة من المسابقة. طبعا هتكون مباراة الساعة 8 على ملعب استاد الكلية الحربية. بيدخل الأهلي مباراة الليلة في الصدارة برصيد 56 نقطة من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 17 مباراة، اتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الآن. سجل لعيبته 42 هدف، اهتزت شباكه 7 مرات. أما بقى لو رحنا كلمنا عن فريق الطلائع، فالطلائع بيحتل المركز ال 17 وقبل الأخير، طبعا ده في جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، جمعهم من 27 مباراة. حقق الطلائع الفوز في 5 مباريات، اتعادل في 11 لقاء وخسر مثلهم. سجل لعيبة الطلائع 27 هدف واهتزت شباكهم 37 مرة. بيسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل الابتعاد بالصدارة وزيادة الفرق مع أقرب منافسيه وحسم لقب البطولة مبكرا. هيغيب عن الأهلي العديد من اللاعبين بيأتي في مقدمتهم كل من حمدي فتحي، مروان عطية، بيرسي تاو، محمد هاني، علي معلول، حسين الشحات، محمد الشناوي، علي لطفي، حمزة علاء، بجانب كمان أيمن أشرف وشادي حسين. بتأتي بقى الغيابات اللاعبين لظروف طبعا فنية أو لوجود إصابات أو لمنح كده بعض اللاعبين راحة من ضغط المباريات. طالب السويسري مارسيل كولر مدير فني لاعبته بمواصلة الانتصارات المحلية اللي كان آخرها الفوز على إمبي بثنائية نظيفة مساء الثلاث الماضي، واتكلم كمان المدرب السويسري مع لاعبته على ضرورة اللعب بجدية منذ بداية اللقاء وعدم التهاون أمام الطلائع، طبعا بدعوة أكيد ترتيبه المتأخر في جدول ترتيب الدوري، وأكد ليهم كمان لأن كرة القدم لا تعترف إلا لمن يجتهد في الملعب بعيدا عن الأسماء وترتيب الفريقين في جدول الدوري. بيعتمد كولر على خبرات لعبته بعد ما نجح كده المدرب السويسري في تقوية دكة البدلاء، وخلى كده دكة البدلاء لا تقل خطورة وقوة عن التشكيل الأساسي للفريق.